ضمن ما يعرف باستراتيجية الأنفاق في قلبها مقرات النظام رأسا على عقب. يقلب ثوار حلب طاولة المشهد العسكري في المدينة وريفها، ويفتحون أربع معارك داخل عقر دار النظام وشبيحته في قلب مدينة حلب. وفيما كانت الأنظار متجهة وفق مخطط إيراني روسي إلى الكاستيلو والملاح سعيا لحصار الأحياء المحررة، تنتقل فجأة إلى أحياء الجميلية والقلعة القديمة والعقبة والمشارقة وسوق الهال وصولا لجمعية الزهراء. أكثر من 40 قتيلا في صفوف قوات النظام فضلا عن المفقودين وفق مصادر ميدانية، جراء عملية نوعية بدأها الثوار بتفجير نفق تحت مقر عسكري في حي العقبة، في حين تستهدف عملية أخرى فرع حزب البعث المقابل لساحة سعد الله الجابري في حي الجميلية. التفجيرات التي أحدثت إرباكا في صفوف النظام تزامنت مع هجوم للثوار على مقراته في حي المشارقة وأنباء عن محاصرة مجموعتين من عناصره، فيما تعلن الجبهة الشامية عن عمل عسكري من نوع آخر تمثل باقتحام مقاتليها لمقرات النظام في قلعة حلب القديمة وتكبيد عناصر خسائر فادحة قبل أن يعود الثوار إلى مواقعهم. ملازم شمس حرك الجبهة. حدث آخر يأتي من منطقتي سوق الهال ومبنى المرور والحديث عن معركة لتحرير المنطقة، وهنا تشير مصادر ميدانية لتحرير 7 نقاط كمرحلة أولى وسط استراتيجية تعتمد التعتيم الإعلامي.